ممدوح ولا الميك؟ الحبارة إن شاء الله سهلة. نشوف الحبارة اعترضت للطيور. ما شاء الله ما شاء الله طلع ممدوح، ممدوح طلع، الله يبارك فيه. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك، ما شاء الله تشوف جناح الله يبارك. ممدوح يا ممدوح، تكفى يا ممدوح، ما شاء الله تبارك الرحمن، يا هادي وانت الدليل، اللهم صلي على ما شاء الله. الهواء ضارب، الهواء تعرف دابر جنوبي. الحبارة دي بشك انها بتقوم، بتقوم ان شاء الله، انها بتقوم ان شاء الله، انها بتقوم ان شاء الله، انها بتقوم، لانها ما ظنت، ما ظنت انها انها شايفه هالطير هذه. بعض الحبايب تعرف لا شافت مبطيه من رمله، لقدها مبطيه من رمله، قامت، قامت الحبايب. هي بشرب الخير، الحمد لله، الحمد لله بشرب الخير، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ربها تمشي الحبارة دي، الله يهديها، ربها تمشي. شف إن شافت الطير عادها، ما عادها واقفة كذا مشكلة، ما عادي ماشية، لكن ربها ما تشوفها تمشي واقفة تكون صعبة على الطير، لكن الله يبارك فيه. ممدوح يا ممدوح، تكفى يا ممدوح، ما شاء الله ربها تمشي. أخوي محمد بتكون صعبة على الطير أكيد، وش تطير اللي بيشوفها من كل وين وهي واقفة كذا، صعبة. وحتى يوم طار ترى كانت الحبارة في ذي الرملة، تمردق في ذي الرملة، مو باللي كانت مخمل وقامت على الحين، وقفت الحين ولكن ما مشت، ونجاها الله يبارك فيه. نتمنى لها التوفيق، وانا اقول لك صعبة على الطير لكن نتمنى لها ان شاء الله التوفيق. الحين والله اللي كان عم تخمر، اي والله تكفى يا ممدوح، ما شاء الله تبارك الرحمن، يا هادي وانت الدليل، ان شاء الله النبي يحول عليها. ممدوح كنا يحول، الطير يحول، لكن ان شاء الله انا عليها، يا هادي يا دليل، ما شاء الله طير والله. شوفه نعم، كسر الحبارة، تشوفه كان يشدد الطير، يشدد. صعبه يا اخوي محمد والله، صعبه يعني. شوف الطير اول ما طلع على طول نزلت في ذي الرملة، تمردغ فيها طال عمرك، عقب وقفت، لا هي باللي مشت، لا شوف الحظ سبحان الله. ان شاء الله بتمشي، ان شاء الله بتمشي، ان شاء الله هي تشوف الطير، نشد انها تشوف الطير، ما في كلام، شوف شوف عينها على الطير، ربها تمشي. المشت بتجي في عين الطير، بيشوف الطير قريب، يشوف المواتر قريب ولا بعيد، ولكن ربها تمشي، عاد الطير قريب منها. لا والله اللي اخمرت، والله اللي هذا اللي انا خايف منه، هي من يوم وقفت وهي، لكن الطير كان يحول ان شاء الله. المشكله في الشاشه ما يبين لنا انه، لكن شوف المواتر رايحه غرب، يعني مو على وجهه الحبار، لكن نشوف الطير يحول، الطير يحول نعم، هذه ان شاء الله لنا عليها ان شاء الله باذن. بعدي بعدي، ما شاء الله تبارك الرحمن، تبارك الله، ما شاء الله تبارك، ما شاء الله، والله ما توقعنا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عليه، ما شاء الله. بعدي بعدي، الف الف مبروك السلطان بن احمد النعيمي، بطير ممدوح، عز الله طير طيب، الله يبارك، عز الله انه طيب، الطير طيب، الطير هذا طيب، طير طيب والله، طيب عز الله طيب. حبارة وقفت، عقبها اخمرت، ويعني انت تتكلم عن الطير محول عليها مخبر، الله يبارك، يعني بنشوف الإعادة طبعا، نبي الإعادة من مخرجنا، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. هذا اخوي بضاع دائما جعله والله ياسم، شوف حول على الطير قبل الربع، الربع نشوفهم عدم غرب، ما شاء الله تبارك الله يبارك، ما شاء الله طير طيب، ما شاء الله. نشكر مراسلنا اخوي محمد بن عبد الله بن مليه، والله اللي يستاهل اخوي سلطان بن احمد النعيمي، طيره ممدوح، طير طيب،
واللي شفناه بعيننا يعني اكد علينا هذه المعلومه. وانا بصم له الطير هذا بالعشر. لا طير هذا الطلع، لا قال هذا الطلع 100%. طير الله يبارك فيه، طير طيب. طبعا هذه اللي عاده الطير اخوي سلطان بن احمد النعيمي الله يبارك فيه، شوف الحبار يعني على كل ذا اللي سوته حول عليه الله يبارك فيه. اول ما طلع الحبار نشوفها راحت عند الرمله ذي وقامت تمردغ فيها، عقب وقفت عقب أخمرت. وعقب يشوف الطير قريب، لكن يوم حول عليها اتوقع الحبار وقفت. شوف هذه لحظه الاعاده، ما شاء الله عليه، ما شاء الله ضربها ضربه قويه اجعها، لكن بنشوفها من زاويه ثانيه وبالبطيء. نعم هذه الحبارة مخمر، شوف إلى الآن الحبارة مخمر ما شاء الله عليه، جايها مخمر مخمر الحبارة. نعم ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيه أخوي محمد، يعني تكلم عن جاي حبارة مخمر الله ما بل رقبتها راسها الله يبارك فيها. طير طيب، وهذا دليل انه رايح رشد انه طيب، مكدها ومكد مكانها. نعم.